باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا بتبارك من الأنت امين. انا من احبوها والحد الثالث دايما بيجي بعد عيد الغطاس وبيجي في الانجيل من يوحنا 3 لما تلاميذ يوحنا شافوا تلاميذ المسيح بيعمدوا فابتدوا يغيروا على معلمهم وابتدوا يروحوا ويقولوا له اللي انت شهدت له ده هو بيعمد. بس عشان افك الحته ديت لانه رجع بيقول ان ما كانش هو بيعمد بل تلاميذه. احنا قدام ثلاث معموديات. المعموديه الاولى هي معموديه يوحنا ودي بالماء لاجل التوبه ودي كان فعاليتها لا تزيد عن غسل الجسد واقرار من الانسان ان هو خاطئ. السيد المسيح عمد تلاميذه ولكن برضو دي كانت معمودية بالماء ولكن كان لها مفعول الروح الذي لم ينالوه إلا بعد صلب وقيامة المسيح. يعني لأن المعمودية فيها توبة لكن الجزء الهام بعد التوبة أنك تنال إيه؟ مغفرة. فالمغفرة دي كانت لا تتم إلا بسفك دم المسيح. والمعمودية الثالثة هي المعمودية اللي التلاميذ عمدوا بيها بعد القيامة ودي اللي علموها لنا ودي اللي احنا بنمارسها في الكنيسة اللي هي اسمها معمودية الماء والإيه والروح. فمعمودية يوحنا فيها إقرار بأن خاطي. معمودية المسيح بعد ما بقر أن أنا خاطي أنا بعمل إيه؟ بتولد ولادة جديدة مغفورة ليا خطاياي. معمودية يوحنا كانت معمودية وقتية كان لابد أن يتبعها معمودية المسيح. كل من اعتمدوا ليوحنا اعتمدوا أيضا للمسيح لكن اللي بيجوا للمسيح على طول كانوا بيأتوا مقرين بخطاياهم ويعترفوا ويتعمدوا زي ما بطرس الرسول في سفر الأعمال قال لهم إيه لما نخصت قلوبهم قال لهم أمنوا واعتمدوا تنالوا موهبة الروح القدس. لكن أنا النهاردة عايز أركز على نقطة الحقيقة للتطبيق في حياتنا إحنا. النقطة دي تتعلق بشهادة يوحنا المعمدان للمسيح. إحنا كتير لما نلاقي نفسنا عملنا حاجة حلوة نحب نحتقرها. يعني إيه نحتقر؟ نحتكرها بالكاف. يعني إيه نحتكرها؟ يعني أنا بس. لدرجة أحكي لكم حكاية كده يعني بسيطة في الأول كده. كان فيه واحد من المعلمين زمان قوي كان حافظ لحن وما كانش حد تاني حافظه غيره. فطبعا دي كانت بالنسبة له بيسموها يعني competitive age. يعني ايه competitive age؟ يعني الحتة دي تخليهم محتاجيني دايما انا لازم اجي اقول اللحن ده. فكان دايما هو اللي يعرف يقول اللحن ده. وجه في الوقت ده كان البابا كان عنده ولد شماس صغير كان نبغى يعني مجرد ان ودنه رائعة تسمع اللحن مرة واحدة يقوم ايه يجيبه. فالبابا عمل حيلة لطيفة على الرجل المعلم ده. قعد على الكرسي بتاعه. زمان الكرسي ما كانش بالمنظر ده. كان زي ايه؟ يعني زي كرسي مصطبة كده. وخبى الواد ده ايه؟ تحت الكرسي. وقال للمعلم ايه؟ تعالى بقى ايه؟ اشجينا بصوتك الحلو ده. وقول مرة وقول اتنين وقول تلاتة. قال له خلاص متشكرين. والواد ده اتحفظ. احنا فينا عادة ان احنا ايه؟ كل واحد عايز يحتكر الحاجة. يحس يقول لك ايه حتى سامحوني بين السيدات يقول لك لا ده انا مش عارف ايه مش عايز اسمي اسامي اكل يعني عشان ما تضحكوش دي فلانه دي ده انا ما حدش تاني بيعرف يعمل الحاجه دي غيري. طيب ربنا يقويك. ما فيش حاجه اسمها كده. فاحنا عندنا باي ديفولت كهيومن بينجز حته ان انا ايه عايز احس ان انا ايه متميز كده حاجه زياده فيا. فالتلاميذ اللي مشي ورا يوحنا لما لقوا تلاميذ المسيح بيعمدوا قال لك ده احنا عندنا ايه في كومبيتيشن يعني في ناس تانية بتعمد في منافسة. فراحوا يشتكوا لإيه؟ ليوحنا. تفتكر يوحنا يزعل؟ وبعدين خلي بالكم من حتة جميلة قالوا له إيه؟ الذي إيه شهدت له. لأن أحيانا في ناس بيسألوا سؤال كتير في موضوع يوحنا ده لأن في آخر مرحلة في حياة يوحنا لما جه هيتقبض عليه ويتسجن ويستشهد راح للتلاميذ قال لهم بتوعه قال لهم روحوا للمسيح قولوا له انت هو ام ننتظر ايه اخر. فناس كتير قوي يزعلوا من يوحنا في الحته ديت بينما السؤال بتاع يوحنا او الطلب بتاع يوحنا من تلاميذه كان الهدف بتاعه ايه انه يوجه انظار التلاميذ بتوعه للمسيح
فالمسيح ما ردش عليهم بوعظة، قال لهم انتوا اشهدوا، العمي يبصرون والعرج يمشون والشل يصحون، يبقى من له اذنان للسمع ايه؟ يعني انتوا جيتوا شفتوا برؤى الايه؟ العين. لكن هم نفسهم التلاميذ دولت اللي قالوا ليوحنا الذي انت قد ايه؟ يبقى ما ينفعش ان انا بعد ما اشهد لواحد اروح اقول لكم وروح اسالوه انت مين، لان انا اوريدي ايه؟ عارفه. الحاجة التانية ان يوحنا علاقته بالمسيح تبتدي من امتى؟ من هو عنده 6 شهور، من وهو في بطن ايه؟ امه، انه سجد للمسيح فهو يعرف المسيح. لكن الروح قال له الذي ترى الروح نزل عليه مثل حمامة، هو دوت اللي ايه؟ وبعدين ازاي مش عارفه؟ ولما يوحنا جه للمسيح وبيقول له ان هو يعتمد، قال له ايه؟ ان انا غير مستحق ان احل السيور ايه؟ ازاي؟ فيوحنا يعرف المسيح ويشهد له. الموضوع الروحي بتاعنا في الوعظة دي هو الآتي، عايز أحط يوحنا كمثل ليا في شهادته للمسيح، لأن إحنا بنشهد للمسيح أول حاجة قدام أنفسنا. يجي الشيطان يقول لك خاصم، تقول له أنا مسيحي والمسيح يحب الكل حتى أعدائه، دي شهادة أمام مين؟ أمام نفسك ضد إيه؟ الشيطان. لما واحد يزعلك أنت بتشهد للمسيح لما تعمل إيه؟ لما تحبه وتصفح عنه، لما تقدم صورة من السلام والحياة الملكوتية للعالم كله، أنت تشهد لإيه؟ للمسيح. تعالوا نشوف يوحنا كيف شهد للمسيح. لما جم يسألوه قال لهم إيه في يوحنا 1؟ قال لهم الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. لأن المسيح ده إيه؟ منذ الأزل تجسد في ملء الزمان. ملء الزمان بتاع المسيح يجي 6 أشهر بعد ولادة يوحنا بالإيه؟ بالجسد. لكن يوحنا كان فاهم وعارف، قال لهم الذي يأتي بعدي كان، ده مش بيقول أحجية ولا لغز ولا حاجة، لكن المسيح فعلا. يبقى أنا النهاردة أنا عايز أقول كل واحدة واربطها بحاجة في حياتي، عايز أقول إن أنا اللي بؤمن بيه ده كائن منذ الإيه؟ منذ الأزل، كائن منذ الأزل. ده مش واحد لسه ما عندوش خبرة يحللي مشكلة، ده كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. ممكن كل مرة كده تقول لنفسك الذي إيه؟ الذي يأتي بعدي صار إيه؟ قدامي. بس بعدي هنا مش تجسد بقى، بعدي أنا في عشرتي إيه؟ معاه. المسيح اللي اتولد النهاردة في حياتي وأنا عندي 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، ده قبلي، لأنه هو إيه؟ إله مبارك على الكل. يقول إيه تاني يا يوحنا؟ يقول لست بمستحق أن أحل سيور حذائه. الموضوع ده كتير من الناس بياخدوه ببساطة على إنه اتضاع من إيه؟ من يوحنا، لأن يعني أكبر من مظاهر الذل للآخر إنك تقعد كده تحط رجل على رجل وتقول له إيه؟ فكلي إيه؟ رباط الجزمة، مش كده؟ حاجة كده كبرياء يعني. صحيح ده كبرياء، وصحيح ان يوحنا بيتكلم باتضاع، لكن يوحنا كان يعطي مقدمة لشيء اخطر واهم من كده، وهيتكلم عليه في يوحنا 3. احنا اتكلمنا كتير في درس الكتاب على شريعة الولي، لما حد يموت ولا يترك نسل، الولي اللي هي درجات القرابة، الاخوات، ابو الزوج، ابن العم، ليها جدول، ده ياخد مراته ويقيم ايه؟ نسل. واول طفل يتسمى باسم اللي مات ويفك الرهنيه وكده، زي ما شفنا بوعظ ورعوز. فهنا هو بيقول ايه اللي هيقولها في يوحنا 3؟ بيقول من له العروس فهو العريس. يعني المسيح ده هو عريس الكنيسه. الكنيسه هي كل البشريه اللي ربنا خلقها واختارت الخطية فترملت لأنها انفصلت عن عريسها اللي هو المسيح اللي هو الله. فبيجي هو ده العريس، المسيح هو العريس الوحيد اللي بيجي يخطب لنفسه هذه البشرية مرة أخرى. طيب يوحنا جاي يعد الطريق أمامه. هل يوحنا، لأن يوحنا كان ذائع الصيت، هيرودس كان خايف منه، هل يوحنا ينفع ياخد الموضوع لنفسه؟ طب إيه التطبيق بتاعي أنا على كده؟ احيانا في ناس تلاقي عندها حماس في الخدمه، وبنشوفها كتير في مدارس الاحد، يقول لك ايه ده الفصل بتاعي. الفصل ايه؟
بتاعي، أو أحيانا كاهن يقول دي كنيستي، ده شعبي، دول ولادي، دول يا عم بس بالراحة شوية. ده أنت إيه؟ لو يعني ربنا نفخ في صورتك قوي تبقى صديق الإيه؟ العريس. طب نقربها ليك أنت في البيت، يقولك دول ولادي. ولادك دول أنت بتخلقهم ولا ربنا بيديهم لك عطية؟ يبقى أنت مفروض تربطهم بمين؟ بالمسيح. هو ده عريس إيه؟ نفسهم، مش أنت. لأن اللي هيرتبط بيا هيروح فين؟ أنا أحيانا أضحك مع بعض ناس، يعني أشوف محبتهم كبيرة أقول لهم أنا ما عنديش ملكوت. لازم تحبوا ربنا، وهو دوت اللي عنده إيه؟ ملكوت وعنده حياة أبدية تقدروا إيه؟ تعيشوا فيها. إحنا بنتعلم من يوحنا هنا إن أنا لا أفقد البوصلة بتاعتي، لا تفقد اتجاهها. لازم عينيا دايما تكون مربوطة بالمسيح، وتكون كل واحد أنا بخدمه أو أنا مسؤول عنه بما فيهم نفسي أكون مربوط بإيه؟ بالمسيح. ناخد تطبيقات بس سريعة كده على المستوى الشخصي. ممكن يكون واحد بيجي الكنيسة عشان يعمل خدمة معينة أو عمل معين، ولو الخدمة دي حد عملها بداله ما يجيش الكنيسة تاني. يبقى هنا هو بيخدم مين؟ مين العريس هنا؟ هو ذاته. يبقى هنا فقد إن العريس هو المسيح، ونسي قول بولس الرسول من سيفصلنا عن محبة إيه؟ المسيح. على مستوى الأولاد، أنا أولادي مربيهم تربية مش عارف إيه، الكلام حلو كويس، لكن في النهاية مين الستاندر قدامهم؟ بابا أو ماما ولا المسيح؟ عارفين إحنا أحيانا كتير تقابلنا مشكلة في الولاد لما يجي يسيبوا البيت، لو هما they are totally supervised وcontrolled بالبيرنس، العيال دي لما بتسيب البيت بيجرالها ايه؟ بتضيع. لكن العيال دي لو مربوطة بالمسيح وهي جوه البيت كعريس نفسها، لما يسيبوا البيت يجرالهم ايه؟ هما مربوطين بالمسيح. انا ما اقدرش اكون في كل مكان، لكن المسيح كائن في كل ايه؟ مكان. قلت ايه تاني يا يوحنا عن المسيح؟ لما شافه قال هو ده حمل الله الذي يرفع خطية الايه؟ العالم. لازم دايما يكون المسيح في قلبي وفي حياتي ان هو مخلصي، وان انا انسان خاطئ وعلي حكم موت، ولكن المسيح قبل اليه الموت لكي ما يعطيني ايه؟ حياة. هو قبل اليه الموت لكي ما يعطيني حياة. طيب ايه تاني يا يوحنا انت شهدت بيه للمسيح؟ يقول ايه تاني؟ يقول عن المسيح الذي يأتي بعدي من فوق هو فوق الجميع. فاكرين المسيح لما اتكلم على شروط تبعية المسيح وقال من أحب أبا أو أم أو أخت أو لا يستحقني؟ هل أنت فعلا بتحط المسيح فوق الكل ولا لأ؟ سامحوني أقول إحنا بنحط المسيح أو بنحط ربنا حسب الظروف. يعني ممكن لو أنا قدرت يبقى عندي بدخل كويس وحياة مستريحة وكده، يبقى ربنا ده أعمله زي إيه؟ سامحوني يعني، يا ربنا يسامحني على التعبير اللي هقوله، زي الاستبن اللي في العربية، أخليه للمشاكل. لكن يوحنا كان بالنسبة له المسيح هو إيه؟ فوق الكل. يقول لنا الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. تخيل أنت لو واحد مريض وعنده دواء وعارف أنه لو بطل ياخد الدواء ده هيموت، يعمل ايه؟ الدواء ده بيحطه فين؟ زمان لما اخترعوا النيتروجليسرين السابلينجوال ده، اي واحد عنده القلب كانوا دايما يقولوا له لازم تخليه فين؟ في جيبك. ليه؟ اول ما تجيلك الازمه تحطه تحت لسانك. طب انا بقول لك النهارده اهو عندنا نيتروجليسرين من نوع جديد. المسيح هو له الحياه الابديه، من يؤمن بالابن له الحياه الابديه. هل انا قريب من المسيح كده على طول؟ يجي لي فكر اقعد اناقش فيه، ولا أقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح أعيني، أشكرك يا رب يسوع المسيح. يجي لي أي روح أي حاجة أحس على طول إن ده هو ده مصدر حياتي؟ ربنا يدينا هذا الأمر. يقول لنا حاجات كتيرة، ليس بكيل يعطي الله الروح له. يعني بيقول لنا إن المسيح ده فوق الكل، لأن إحنا الأنبياء كانوا بياخدوا عطية معينة أو كل واحد فينا ليه موهبة، لكن المسيح له إيه؟ كل شيء. يقول يأتي بعدي من هو أقوى مني
والحقيقة لو أنا قارنت يوحنا بالمسيح هلاقي فعلا كلام يوحنا صح. بس هل أنا بحب أعمل العلاقة دي مع ربنا، ولا علاقتي بربنا محدودة بإمكانياتي أنا الشخصية؟ بمعنى إيه؟ كل اللي أنا أقدر عليه بنفسي أعمله. أول ما أحس إن أنا هاندي كاب أو مش قادر ألجأ لإيه؟ لربنا. مش عايزين نمشي مع ربنا كده، عايزين نقول مع بولس الرسول به ناحية ونتحرك وإيه؟ ونوجد. يوحنا كان إيه؟ كان إنسان، أما المسيح فهو الله الظاهر فين؟ يوحنا من الأرض والمسيح منين؟ يوحنا سجد للمسيح في بطن أمه والمسيح عمل إيه؟ قبل هذا السجود. يوحنا امتلأ من بطن أمه بالروح القدس والمسيح كان إيه؟ ده حال، ده أقنوم الروح، ده أقنوم معاه، متحد معاه. يوحنا مولود بالخطية الأصلية، أما المسيح فهو إيه؟ قدوس الله الذي بلا خطية. يوحنا كان صوت والمسيح كان إيه؟ الكلمة. في فرق كبير قوي بين الصوت وبين الإيه؟ الكلمة. الكلمة تفعل، أما الصوت فهو أداة للإيه؟ للتوصيل. يوحنا كان سراج والمسيح كان إيه؟ شمس البر أو نور الإيه؟ العالم. وعشان كده قال ينبغي أن هذا يزيد وإني أنا إيه؟ أنقص. أنا عايز أختم بدي، أن هذا يزيد وإني أنا إيه؟ أنقص. هل أنت ربنا بالنسبة لك مصدر قوة علشان تنتفخ لغاية ما تنتفخ على الناس كلها وبعدين تنتفخ على ربنا؟ ولا أنت كل ما بتقرب من ربنا بتجد نفسك إيه؟ صغير وبتتلاشى وبتقول مع بولس الرسول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا إيه؟ فيا. الإحساس ده مهم جدا في النمو الروحي للإنسان، إن أنا أحس إن أنا لا شيء. مفيش إنسان متكبر قريب من ربنا، مفيش إنسان متكبر قريب من ربنا، لكن الإنسان المتضع هو اللي يعرف إيه؟ ربنا. عشان كده الآباء في العهد القديم كانوا يتكلمون عرفني يا رب، عرفني يا رب. لما لقي واحد زي موسى كده اللي هو الكتاب المقدس يعني، والآباء سموه كليم الله، يقول عن نفسه إيه؟ لست صاحب كلام. داود يقول عن نفسه إيه؟ برغوت ميت. مش كده؟ داود ده كان جبار، داود ده قتل جليات. عارفين قتل جليات يعني إيه؟ عارفين في الملاكمة لما يجيب الواحد يكسب بالضربة القاضية؟ يعني كان جبار في إيه؟ ما هو أنا الحتة دي لازم تبقى واضحة. كان جبار في إنه بيتلاشى ليعمل الله بيه. ده الجبروت، اوعى تفتكروا جبار بنفسه. ده أبوه نفسه شافه غير مستحق إنه هو يترشم كملك. يعني هو بمقاييس العالم داود ده كان إيه؟ ولا حاجة. لكن لما أقول كان جبار نتيجة إيه؟ حط نفسه في إيد إيه؟ ربنا. ينبغي إن هذا إيه؟ وإني أنا إيه؟ أنقص. ياريت تقولها لغاية ما تتعلم تقول أنا ما أنا، أنا ما إيه؟ ما أنا. ليه؟ لأن المسيح هو الذي إيه؟ يحيا ويعمل بي، له كل مجد وكرام من الآن وإلى الأبد. أمين. إن شاء الله يوم السبت الجاي حيكون